السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي، تحياتكم كاملين، الله يسعد عمركم، الله يعلي درجتكم، الله يستركم ويجيكم من كل افات. نعطيك الصحه يا بصحة وراحة السي الحاج. يعطيك الصحة وراحة الوالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل شيء المشاهد الأعزاء، نشكركم على الشكوى ديالكم. وحنا كنديرو شي بركة هنا في هذا الريستورون. شلاطة زوينة. شلاطة زوينة. هنايا راه معروفة القهوة ديال الجزيرة. زوينة الصراحة، والدجاج عندهم واعر، بريوات الحوت اللي بغيت. ايوا انتم شلاطه، حنا بغينا شي داك المايونيز وداك الشيء. ايوا تابعوا معايا ان شاء الله بنياتي وخواتاتي، فينا نمشي ان شاء الله يا ربي. غنمشي راه السي الحاج دايني لواحد البلاصه زوينه ان شاء الله. ها انتم مع البلاط ديالي هنا. نعطيك الصحه. شكرا. غير بالصحه السي الحاج. نعطيك الصحه والراحه. البلاري يجي مزوين الصراحة، خضيرة وداك الشيء الصراحة واعر. اللي بغى دجاج، اللي بغى بسطيلة، داكشي فاش زوين هاد الجزيرة. إيوا شكرا لكم أبنياتي خواتاتي، التعاليق ديالكم زوينة، شكرا بزاف بزاف بزاف. التعاليق اللي كتبتوها في حقي تنشكركم، واش كتبتوها في حقي أنا والحاج. شحال شكروك الحاج. الله يحفظهم. أي أمين. أمين يا ربي. ضروري ما يمكنش تغطي. استنى نهبط. ضروري خصني نهبط نتغدى ولا نفطر. ايوا انت اللي تجيبني في هذه الاوقات. يعطيك الصحة. تجيبنا في اوقات الغداء ولا في اوقات بلا واعر تي شيء. خضيرة واعر نيت. ايوا شكرا لكم، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم ويجيكم من كل افات. شكرا بزاف بزاف بزاف. ختامها مسك الرايب. صيف الضر يا رايب، اللي بغى يدير السيرو يديرو، اللي ما بغاش ما تعجبني السيرو انا والحاج ما تنديروش الرايب. وكاين عاد الديسير اللي بغى الزلافه ديال الديسير، ولكن ما نقول لكم الزلافه الديسير تتشبع. هاد القهوه الصراحه تنصحكم بها، زوينه معروفه في الكناس، حتى الثمن تيكون فيها ثمن مناسب، كل شيء تياكل فيها هنا ياكل فيها اي واحد. ثم ها الرايب اللي بغا يدي معاه كومفورتي، ثم ها البريوات. البريوات بصات لا دجاج حلوة عندهم في النافا تسري واعر. يبقى يحلي هذه انا في التكليته هذه ديال اللوز، لا طاحت ديال اللوز هذيك بسبوسه. الحليوة د لاكريم، هذا الديسير، دوك الزيف ديسير اللي كتكم، هذوك واعرين الصراحة. ها هي الكعبة، عرفتي تبارك الله الكعبة قداش. دير واحد بريوة من هنا الحاج، دير واحد. آه حمزة حكا ما تياكلش، دير له من هنا، دير هادي، دير جوج بريوات. هذا ديال اللوز، الكعبة ديال اللوز كبيرة الكعبة. هنايا السفان شنو داكشي عندهم الصراحة زوين زوين، كلشي طري تبارك الله واعر. هاد الدجاج ديالهم ما نقول لكم شغزال. الله يعطيك الصحة ونضيف. اللي بغا يجي الجزيرة فاش يكون جاي من إفلان ولا صراحة داكشي زوين. وهانتوما هادي الطرق الكبيرة، ها هي الجزيرة فين جات. ها حدا الأكاديمية، هاكا حدا الأكاديمية، هادي الأكاديمية، هادي هاي اللي جاي من الطريق الكبيرة من الحاجب. هادي الطريق اللي تطلع للحاجب، هادي الطريق الكبيرة اللي جاي، هيا فين جات هاد الرومبوان هنا. عرفتي الصراحة واعرة واعرة. هانتوما فين جيت، جيت لمحل الزرابي. دار تيهضر السيد مع الحاج برا. ها بغيت زرابية البيت نعاس. هانتوما صرابي تبارك الله على الالوان والاشكال. هو هذا تعيش الوان والاشكال. شوفوا لتحت تبارك الله، شوف الكحل هذه واعر. شوف وفاء راه محبي الكحل. وفاء تتحماق على شي شي هذو على الثاني هذو ديال بيت الناس هذه. شوفوا انتم
نرجع للدار الحاج كورليات الصريفيات. الصراحة الأشكال واحد ديال الكلاس تعجبني أنا. هاد اللون هاد الكحلة عجبتني. هاد الكحلة هادي نشوف هاديك اللي تجيني. لا هادشي حدينا الكوزينة وجيت ندير الزرابي البيت النعاس. جيت نفصل الزرابي البيت النعاس ديالي مع هاد البرد. ها هذا تيدار في الكوزينة هادو كبارين. شتي هانتوما هاد الشغزال صراحة تبارك الله ما شاء الله الحمد لله. شوفوا شوفوا تبارك الله هانتوما. شو هانتوما انا راني هبطت لتحت هاود كاين دوك موكيطات لهي. هانتوما هاد الشغزال. شوفوا هاد عاوتاني الشكيلات. ايوا ديت البيت النعاس هادو اللي عجبوني انا. البيت النعاس عجبوني هادو هما. هاد اللوين هادا اللي هذاك راه. ايوا دابا تيتفاهم الحاج معاهم في العبار. انا نوريكم. وهادي الحاج قالك عجبو هادو باش هادوك المزغبين قالك تيشدو الوسخ بحال هادو حتى هادو واعرين. انا بغيت ندير بحال هادو قال لي لا هو بغى بحال هادو بحال هادو. هانتوما هادو اللي بغا ايوا هانتوما. جينا الشانطي ديال الخدمة ديال الحاج. هنا واحد الجامع تبارك الله ما شاء الله. هذا مسجد تيتبنى لتحت كله ديال الرجال والفوق ديال العيالات. كان كل السكنة ديال الفقيه والمؤدين والبلات حداه. شوفوا تبارك الله سعداتهم. يا السلامة يا ربي عندك هادو يعضوني والله إلا جايين عندي هادي. الكلاب دايرين هنا كاين الحساس بالكلاب. ها انتما ندخلوا عند سي الحاج البيرة. بسم الله اش تزديني الاخر لا تسحب هذيك الطبله. هاهي الطبله سحب انا بيرة. يا الله يخلف عليك. واش ريت له راني انا اللي تقديت لك هذا الشيء. تقديت له الكويسات دوك الكويسات القدام الى عقلتوا عليهم اللي عقل على هاد الكويسات هادو. ها انتما اللي عقل على هاد الكويسات كتبها لنا واعرين الصراحه. شريت له هاد البراد ديال سواسه. تحيه للناس سوس تيديرها تي واعر الصراحه. ايوا راه مزلع وراقه هنا كاع. ما شتي مزلع هادشي شتك ها شتك مزلع هادشي هنا. جامع زعما انت راك تبارك الله. تيجي معايا دابا ها الشجادة الحاج فيما مشي تلقاو الشجادة عنده ضروري لي الشجادة تابعه في الطوموبيل فيما مشى. واش نجمع لك انا عارفة فين نجمع تقول لي زونتيني. لا هنا ما نعرف ما القصة هنا إلا الوراق. ها نخاف من الكلاب أنا. تبارك الله ما شاء الله العساس اللي هي داير البيت ديالو. ايوا هذا هو المسجد كما قلت لكم. شوفوا الفيلا تبارك الله حداه يخرجوا من هنا يجوا يصليو. تبارك الله ما شاء الله مازال يقادو ديك البلاصه. راها فين كاين داك كونطونير تمام مزربين دابا الناس عاد يقادو هاد الدنيا هاد التيرا كلها ديالو. ها تبارك الله. ايوا الحمد لله راه الطريق ديال الرباط ناسيونال. هذيك هي طريق الرباط والجامع جا حداها تبارك الله. ومرجان اللي راه تما غادي مرجان باش تمشي مع ديك الطريق كاين مرجان. اجي بعدا يا جماعة هذاك راه نسى داك شي باقي ديال السدور راه جابو معاه خي تعرضو في روبان. نسى عندو في الطونوبيل. دابا راه لقيت شي 10 دراهمات هنا. الحاج راه عارف لي دابا لقيت هاد الصنيديقة. يا نزلو هاد جوج 10 دراهم. دابا تنقولو في الطوموبيل تيدير المياوات والدراهم. تنقولو 10 دراهم ما ديرهاش الا لقيتها راني غادي نديها لك. تنقولو المهم حط الصرف
بحال مياه بحال درهم، شكون اللي تدير بحالي تقول لا واني مزيان المشاورة حتى تنقولها له، تنقول له شوف راني هزيت لك 400 ريال، ما تعاودش تحط الفرنكات هنا، لقيتهم غادي نهزهم، حط مياوات الدراهم معليش. ايوا انا غادي نقولها له عاوتاني على هادو الدراهمات هنا. الدراهمات راه كانت مع الكيلو على 8 عام عبر هذيك 10 دراهم. اشنو تدير في الطوموبيل بعدا؟ في واش تقدر ديري لي لسه ماشي غير في الطوموبيل. لا لا في الطوموبيل تنقول لك 10 دراهم ما تحطهمش، تنقول له لقيت 10 دراهم قلت لهم اللي تدير بحالي تقولها لي في الكومونت. هذا انت شنو راه بغيت نسولك هذا؟ كنهبروا بها عرفتي شحال ثقيل وعرفتي شحال هز الحديد شنو تعبر بها هكا؟ كنهبروا بها العبار فين ما كان كنطلبطو باش كيعطينا العبار فين في الشوكه. يا سبحان الله هذا كل لقاه عرفتي ثقيل كله حديد ما تقدوش تهزوه هذا هو ثقيل. اي والله يخلف عليك السي الحاج انا هزيت واحد 400 ريال ولقيت عاوتاني شي الطوموبيل ما بقيتيش تخليهم في الطوموبيل. والله لا الطوموبيل ما لقيتش هاد الخطره. صافي جمعتي راسك معايا الله يدير الخير. اي امين لا لا الله يخليك ليا والله لا الحمد لله ونخليني مخصوصه حتى نمشي حاجه سكليت شهيتها ولا بغيتها تيشريها لي الحمد لله يا ربي. يا شكرا لكم لكم الحاجين تيديرها انتم. ها هي سمعت قضية الصرف ان شاء الله هنا مرحبا. كاين في غسيل انتم ها هي الصرف هنايا تيدير الصرخ تيرمي هنا الدراهم على على باركينغ. ايوا انا تنقول واش الباركينغ بحال بخمسة دراهم بحال الدراهم واخا قلنا الحاج هاد لانتيس ما عجبتني واعره بالباريار والعساس الباريار تيهبط بالليل مزيان. ها نديرو شي فيلا ان شاء الله تما اللي مطرح لي من الفيرما. اي زوينه تبلاص نجي حدا الجامع ما كناش قزر دلوقيد هنايا. لا فيلات زوينين هذوك على صغار هذوك سكن المدينه سكن الله زوينين هذوك الفيلات عجبوني. اللي بنادم ما لقى كيديروا صح حدا الجامع والله ما كاين ما احسن. ايوا الجامع راه ضروري غادي يصير حنا صافي طاروا فريخات الله يجعل مراكش. هي في الخاطر ما تبقاش عند والله الا لا حتى هنايا سبحان الله لا العروبيه خلاص شكل اخر فيها الهدوء ولكن حتى هنا هاد البلاصه هاد لانتيس ما فيها واحد السكويت ما كاينش واخا جات حدا الطريق موقره زوينه الصراحه جات فهاد الطريق اللي طوالها مرجان ها مرجان هنايا راه مرجان طريق الرباط ياك طريق الرباط هذا يلا اسامه تحل يلا حل نشوف نحلو باش نشوفو حنايا وصلنا الحمد لله سير ايوب. ايوا ها انتما كيما قلت لكم هذا العدس ها الفول هذه ديك الفول الصغير هذا اللي زوين البصاره هذه ديك الفويليه ها انتما هذا الرقيق تيجي لذيذ في البصاره تنخلط معاه جلبانه جربوها طريقه البصاره وتشوفوا خلطوها. وهذا العدس الاحمر قالوا لي زوين فقر الدم عرفتي عندي فقر الدم انا هذا كيدير لك في الشلاه الله يشافي الجامعه في الشوربه ولا في الحريته في الحريره ترمي داك الشويه ولا. وهذا القزبر هذا كله قزبر واعر عجبني جديد شوفوا كي داير في اللون هذا تاكلو منو وزرعي منو هذيك الحلبه البلديه هذه الحلبه البلديه نص كيلو جبس وهذه اللوبيا واحد اللوبيا مكوره بحال حمص. المهم هذا الماتريال ديال الشتا وصافي والله الا برد وصافي. والفول غادي نديرو منكوب هذا بغيتو منكوب شهيتو واخا الدراري ما ياكلوش هذا المنقوب دابا حنا غير السكه القديمه اللي كنعرفوا هذا المنقوب انا كلوه السكه القديمه. لا الفول تيعجبني انا البصره اللي ما عنديش معاها وهذا الحمص هذا الحمص الغليظ الفول راه هو البصره الحمص باش تعرفوه طيب ها انتم شوفوا ذاك واش تاكلها اش كتاكل ملي كنت صغير ما كنبغيش ناكل البصره كيقول لي الدجاج مطحون دابا الفول هذا راه مطحون تنقول له راه الدجاج طحنا الدجاج مطحون حيت كان واخا هكاك كتمطور تنقول واه الدجاج مطحون ولا مبيصره بحال هكا ما يمكنش مع ايوب من ذاك النوع اللي تيبغي اللحم والدجاج بزاف الصول اللحم والدجاج دابا قلبتها الحوت باش كطلع لي الحوت عاوتاني. وهذه كل يوم ديك القفه زدت وحده من هذا غادي نحطها الحمزه في البيت هذا الوسخ صراحه زوينين عجبوني واحد في الطريق 2600 خلالي راه خديت وحده ذاك النهار مع الشبكه الخبز
زوين كان خضره ما كان غير راه تشوف. اي والله يخلف عليك والله يجيب لك الرزق. هذه الشبكه جمعوا فيها الوسخ غادي نزلعوا منها الوسخ. شي شبكه تجمعوا فيها الفلوس ما كايناش كايناش كاع. لا شي شبكه باش نجمعوا الفلوس ماشي نجمعوا فيها باش نجمعوا بعدا. وشنو هذاك الحاج؟ الاخر شنو اللي جبناته؟ هذا النقب ديال الدجاج مخلط، دايرين الزريعه دايرين لهم الضرا دايرين لهم الزرع. نعاونوهم شويه تاهما. اييه ساكنه مع هذا البرد هذا الصراحه. كاين شويه البرد دابا. لا السمراء والله عرفتوا واحد السمراء قاصح. الله يرحمنا بشي شتيوه. امين يا ربي ترحمنا. الوقت اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ربي. وخذيت هذه الشجاده هذه بحال لون زرب يا سرحه الحال سرحه. عرفتي زوين عجبني الشكل ديالها. دائما الصراحه شوفوا نصيحه ولا خذوا الشجادات اللي ما يكونش زواقه كلها اللي يكون فيها بحال هكا هذه تتشير القبله باش تعرفي من الرجلين من الراس. حقاش شي مرات تاخذ منها الشجاده كلها مزوقه ما تعرفيش بلاصه الرجلين ولا بلاصه الراس ترديه. داكشي اللي مول في كاس الليل كيدير لكم. اه كاس الليل راه عارف اللي تتكون مزوقه كلها ما تجيش زوينه الشجاده. ايوا مابقاش في الجدار خليها لي ب 1200 صلي فيها قول الدوام. والله الا ايوا الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين يا ربي. الله يسمع لينا ويغفر لينا. وفاء اخوتي راه مريضه ما قداش هبط عيانه بزاف. اييه دابا تنعيط لهم قال لي راه مريضه شادها السخانه هذا الريح هذا بدا اسامه البارح ودابا عاوتاني وفاء. اي أيوة والله يشافي الجميع وشكرا لكم وقبلوا عليا وقبلوا على التصوير ديالي. شنو اسامه تورينا؟ لا لا يا متى يزود لا يا وفاء بحيث يا ميمة هو أي باسترمان. أنا باسترمان. أي هانتو باسبيدرمان درتي عندكم جوج يدين. شوف شنو هذاك؟ مغربي راك في الطوبيلة. مغربي راك في الطوبيلة؟ أه شوف هاديك بوربات كتحول الطوبيل. هاديك تتحول الطوبيل؟ أه وفين راه الميمة؟ أي وبحال؟ أه و اسامه وسترمان وايوب مسترمان وفاء وفاء دائما ركبها في الطياره. وفاء باغا طير راه شو الشعر قال لك شو الشعر وفاء ركبها في الطياره. اه قال لك عميتو جوديا هما عميتو جوديا فينهم كاكبين هما فين راكبين انت قليبات راكبين القليبات. شوف هو اي مسترمان انت سبايدر مان قال لك زعما طايرا قال لك انت ما طايرا انت كتدير هكا نشوف. ايوا انتم عطيو نقطة لأسامة تبارك الله عليه راه ولا عندنا واحد الفنان فنان شكيلي. احسن من شي فنان اللي كيقعدوا بلا واحد 4 مليون 5 مليون كتلقى كتقلب كتلقى ها كيفاش؟ واحد الفنان تيبيع ولا واحد 4 مليون 5 مليون ولكن يدير مليار كتجي كتقلب في اللوحة كتلقاها مخربقة فاش كتقول له شنو تيقول لك عندها واحد المعنى كبير. فنان شكيلي هذاك فنان شكيلي تيخلطي الالوان وتيطليهم. هذا الشيء اللي كيبقاو يخربقوها بحال هكا هذا ديال الحسن يعني راه تتكون عندها شي معنى. هذا شنو المعنى عندها؟ تخربيقة زاوية الفلوس صافي تتكون عندها شو ايوب المعنى ديال ذاك سميتو هذا اللي تيكون في الشتاء ذاك اللي تيكون في الشتاء قوس قزح. اه قوس قزح تيكون عندها المعنى ديال قوس قزح. ايوا هي هنا كاين شي واحد اقسم بالله واحد شتا واحد المره في واحد المريض بمليار وشراها واحد بزاف عرفتي كيدير هو مخربقه ماشي 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 زعما مليار نمشيو نفرقوا على الناس الدراوش مرسوم فيها حتى شي واحد غير الالوان داك الشيء مخربق بقاو كيهضروا عليها وحقا واحد الفنان ومات وعنده قيمه وهذه وهذه اللوحه ديال اش من قيمه اخو انتم اخويا التلفازه هذه جبناها للوالد والوالده ما عندهم واحد التلفازه صغيره قبيله كان الوالد كيدير الزرابي في البيت تركب في التلفازه ما عندهم 32 قال لي التلفازه خصنا نبدلوها قلت له علاش مالها قال لي صغيره معوده ما تيديهاش كيف في البيت وتبغي تتفرج هذه كانت عندنا الفوق فين هذه كانت شريتها انا حطيتها الفوق هذه كانت الفوق هذه 40 قلت لها صليت عليها حمزه قلت له سير جيب التلفازه المهم الدار حيدناها من الفوق ونبقاو على الولد والوالده